أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم. وأنا عارفة الجراح لسه ما اندملتش. ميسيو عشان كان بيحبك قوي، فانا يمكن اول تسجيل نعمله انا ومراد، ما عملناش حاجه قبل كده خالص ولا حتى صحف. حياتك مع الفنان عمار الشريعي امي تاني كانت حياه مش سهله. غير ان هو الفنان الموسيقار الستار، هو كان بيتوتشي برضو بيحب البيت عمل لي كده اغنيه مثلا عمي يا طيار ارجوك وصلنا بسرعه، ويقعد بقى يعمل لي قصص بقى عن الطيارات ويخليني ما اخافش من المواقف دي. رفاق العمر، مشاوير كتير قضيناها سوا، وفيهم اولاد جداد اولادنا بنامل فيهم ان تظل المزيكا بخير من خلالهم. صلي على النبي صلي انا جوه النوى ما حصل لي واخرها خيرها جاني وصل لي هلا. انا عمري ما حسيت ان هو مش شايفني. مامتك دلوقتي قالت انا عمري ما حسيت ان هو ضرير. انا فضلت السن 3 4 سنين مش عارف. والله ما بهزر، والله العظيم ما بهزر. حسيت انه شايفني كده، فهو شايفني برضه، ربنا موجود، سيدنا النبي موجود لحد ما امر الله نفذ. سمعتي وسميعي مساء الخير. وحشتنا، هيفضل يوحشنا. حلقة خاصة جدا، فيها وفاء وفيها ذكرى وفيها نغم جميل وفيها كلمات حلوة وفيها معاني للصداقة وللعمل وللمحبة. حلقة عمار الشريعي الله يرحمه يوم الأربعاء بإذن واحد أحد هتكون حلقة خاصة للمشاهد والمشاهدة.